مساء الخير واهلا بيكم في فقره جديده من برنامج موضوع مهم. الحقيقه النهارده موضوعنا مهم قوي، فعايزه كل ست بتتفرج علينا النهارده وكل بنت تركز معايا قوي. النهارده موضوعنا عن الزواج في بيت العيله وكم المشاكل والضغوطات اللي بتحصل لما البنت تخرج من بيتها وتدخل بيت عيله. هنتكلم النهارده في الموضوع ده وهنتكلم فيه كتير جدا، بس قبل ما نتكلم في الموضوع تعال نرحب بزميلي يوسف. اهلا بيك يا يوسف. مساء الخير يا اسماء، ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا. هو موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه. خليني في اول حلقه اسالك سؤال. هل لو انت اتقدم لك حد وبس عرض عليك انك هتتجوزي بيت عيله، هل هتوافقي؟ والله يا يوسف هوافق او هرفض، ده بناء على شويه معايير لازم احطها في اعتباري. اول حاجه ان انا ادرس الشخص ده كويس وادرس اهله، اشوف الناس دي هل حابيني فعلا، يعني وجودي بالنسبه لهم كويس ولا لا، ولا مش حابيني، عشان انا لما ادخل بيت والناس حابيني فيه اكيد هعيش مبسوطه ومرتاحه. لان ده اثر على العلاقه طبعا بعدين. اكيد بالزبط. طبعا. فالنهارده عايزين نوجه نصيحه لاي بنت مقبله على الجواز، قبل ما تتجوزي وتبداي الخطوه دي اصلا اهلك ولازم تستشيريهم، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت مفروض قبل ما تبداي ان انت تعيشي في بيت عيله تدرسي الناس دي كويس جدا وتشوفي الناس دي هل حابينك ومتقبلينك اصلا معاهم ولا لا، عشان تقدري تكملي حياه سويه تكوني فيها مرتاحه. وخلينا نتكلم عن سلبيات بيت العيله بقى. ايه انت رايك، ايه اكتر حاجه بتعمل مشاكل في بيت العيله؟ والله يوسف انا من رايي ان اكتر حاجه بتعمل مشاكل الخصوصيه. يعني انا حضرني موقف كده، حد من صحابي كان قايل لي عليه ان البنت اول ما اتجوزت كانت حماتها عاوزه مفتاح البيت يبقى في الشقه بتاعتها، يبقى بره. بالظبط، يبقى بره، مفيش اي خصوصيه خالص، مش قادره ان هي حتى يعني تقول لا، مش قادرة ان هي تقول ما ينفعش، انا ده بيتي، مملكتي انا. بالزبط. انا مفروض ان انا في بيتي ما بحطش مفتاح، واخده راحتي. بالظبط كده. وبعدين انا هفضل مقيدة طول اليوم بحاجة معينة علشان ما اخرجش منها وحد يدخل عليا فجأة. فانا دي بصراحة اكبر مشكلة يمكن بتواجه اي بنت دلوقتي في بيت العيلة، فخدوا بالكم بيها. خلينا نتكلم في نقطة تانية بسبب برضك مشاكل في بيت العيلة، وهي عدم احترام الاراء. عدم احترام الاراء، ان الكبير هو دايما اللي كلمته مسموعه في البيت، ما بياخدش براي حد ايا كان مين. وكمان ده اصلا حل النقاش، ان هو نقعد نتناقش عشان نوصل لحل، الحل الاصح. وعدم احترام الزوج بتحصل كتير، اللي هو ان الزوجه بتعلي صوتها على جوزها عشان مثلا رايه مش عاجبها او كده، دي طبعا حاجه غلط وتعمل مشاكل وممكن توصل لدرجات طلاق. هو فعلا المشكله دي كبيره جدا وبتواجه كل بيت، فاحنا مفروض ان احنا نتناقش في اي مشكله بتحصل لنا سواء كعيله او سواء كزوج وزوجه فقط، لان لما احنا بنتناقش في اي موضوع هنوصل لقرار مهم جدا وهناخده سوا، مفيش حد هيبقى متضايق ان التاني هو اللي خد القرار ده. خلينا بقى يوسف ندخل في نقطه تانية. لو انت في مشكله ما بين مراتك ومامتك، انت رايك هيبقى ايه، او انت هتقف اصلا مع مين؟ اكيد مع مامتي، اكيد، واي حد ما كان يقف مع مامته. تمام. لازم، بس ده ما يمنعش، يعني حتى لو مامتي هي اللي غلطانه انا ما اقدرش اقول اي حاجه، لان في الاخر امي، وهي برضك في الاول في الاخر مراتي، بس انا ما اقدرش اطلع امي غلطانه، ما ينفعش. بس انا اقدر اهون على مراتي مثلا. هتقدر تهون عليها ما بينكم وما بين بعض، بس بالزبط. قدام الناس او قدام الناس الموجودين، قدام في الناس المشكله امي انا مش غلطان. انما بيني وما بين مراتي انا ممكن اهون عليها بطلع. طب لو المشكله وصلت مثلا في التربيه او في اختيار اسامي اولادكم، هنا بقى بتحصل مشاكل كبيره. يعني انا مثلا في موقف كان صاحبي كان هو عايز يسمي، مراته عايزه تسمي ابنه اسم، مامته عايزه تسمي اسم تاني واسم قديم. هي بقى تقول انا عايز اسميه كذا، وهي لا عايز اسميه كذا، لا انا عايز اسميه، وفضلوا بقى لحد ايه. هنا بقى بيجي دور الزوج، هو اللي المفروض يقول كلمه تحسم الامور. يعني المفروض انت تقول لا خلاص انا هسميه كذا خلاص، على لاي حد، يعني انا هقول كده ليه، انت كده راجل سلبي، لو ما اتكلمتش انت راجل سلبي كده. المفروض تقول لا هو هيتسمى كذا خلاص، الكلمه هي الكلمه، كلمتك سيف المفروض. بالظبط. هنا بقى ده المفروض دور الراجل، ده المفروض هو الراجل هنا لازم يكون ايجابي اكتر، بحيث انه ما يوصلش المشاكل لدرجه هيندم عليها بعدين. بالظبط، يعني فعلا تصعد الامور لسبب تافه. بالظبط فعلا، وده اللي احنا حابين نوضحه النهارده. عايزين نوضح بس ان المسؤوليه في بيت العيله مش بس على البنت، لا هي على الزوج كمان اكتر، بحيث ان اي مشكله بتواجهه في الحياه عموما هيقدر هو يحلها ويقدر يسيطر على الوضع. خلينا بقى، خليني اسالك سؤال. بالنسبه لسلبيات بيت العيله، هل لو حماتك اختارت
لابنك اسم انت مش انا، تمام؟ انت قرارك هيبقى ايه؟ انت كبنت، انا جاوبت انا، انت كبنت، انا كبنت هيبقى رايي ايه؟ والله انا لو حماتي فعلا بحبها وخلاص العلاقه ما بيننا كويسه جدا، احنا من البدايه نتفق علشان ما يجيش وقتها نعمل مشكله. احنا لو اتفقنا من البدايه على كل حاجه اكيد حياتنا هتبقى مستقره ومريحه، فده اللي هيخليني انا هقدر اتحكم في الموضوع ده اكتر لما اكون هي كويسه معايا، طريقتها كويسه، بتحبني زي بنتها. الكلام ده كله هياثر جدا في علاقتنا بعدين، مش بس في اسم البنت او اسم الولد، مش بس في التربيه، لا، في معاملتنا في الحياه عموما. خلينا بقى نسيب السلبيات خالص وندخل شويه على الايجابيات بتاعت بيت العيله. انت ايه رايك يا يوسف، ايه من وجهه نظرك الايجابيات الموجوده في اي بيت؟ والله لمه بيت العيله والاسره مفيش احلى منها، اكيد يعني اللمه حلوه. يعني انا في موقف حصل لي، اب مصر ان بنته لازم تتجوز بيت عيله، يعني دلوقتي هو قايل كده، قايل انا بنتي مش هجوزها غير لما تتجوز بيت عيله لازم. طيب انا ليه يعني ليه؟ على الاقل ان لو حصل لها حاجه يعني جوزها بيبقى طول بره بره في شغل، تمام؟ ف يكون في حد جنبها كانها اهل، يعني اهلهم، فاهمه قصدي ازاي؟ اللي هو ايه، زي باباها ومامتها بالظبط، كانها في بيتها، يا دوبك انها غيرت المكان بس، فاهمه ازاي؟ فهو يعني مصر ان هو بنته لازم تتجوز في بيت عيله. اه طبعا، لان الدفى والامان اللي موجود في بيت العيله بالزبط. مش موجود دلوقتي في الشقق اللي بره. لو يكون حصل حاجه ليها يكونوا هم جنبها، يكونوا هم سندها من بعضهم. اكيد طبعا. وده برضو يعني بيتوقف على ان الاهل نفسهم بيكونوا حابين الشخصيه دي، وبرضو باباها كان ليه وجهه نظر، ما هو اكيد دارس الموضوع كويس، اكيد بالزبط. دارس الناس دي هل هيتعاملوا مع بنتهم بطريقه، انهي طريقه يعني، هل هيعاملوها فعلا ان هي داخله بيت تاني نفس بيتها، ولا هل هتتعامل ان هي واحده لسه جايه من الشارع ولسه بنبدا ان احنا نتعامل معاها. ده برضو بيختلف كتير جدا من بيت لبيت ومن اسره لاسره. اي اسره في الدنيا النهارده بتسمعنا، ارجوكوا ما تتعاملوش مع البنت اللي داخله عليكوا ان هي واحده من الشارع، اعملوها ان هي بنتكوا، لان ده هيفرق معاها جدا، هيفرق حتى في سعادتهم. احنا بنبني، احنا الاثنين بنبني اسره مش علشان احنا نكون مبسوطين بس، عشان بالزبط. اللي حوالينا كمان يكونوا مبسوطين. بالظبط كده. خلينا برضو ناخد شويه من ايجابيات بيت العيله ونقول ان بيت العيله دايما مفتوح لاي حد. هتلاقي مثلا عندك اهلك دايما عندك، هم كمان لما بيحصل اي مناسبه بتلاقيهم موجودين معاك، مش لسه بتتصل بيهم وتعالوا والله ده انا عندي مناسبه، او لا قدر الله في حاله وفاه، في اي حاجه حصلت، انت مش بتحتاج ان انت تجري تقول، لا، انت بتلاقي ناس اصلا اوريدي واقفه لك، لا بتقول لك اه تمام، لا انت كده صح مثلا، ويفرحوا لك وقت فرحك ويزعلوا وقت الزعل. وقت زعلي. بالظبط كده. خليني اسالك يا يوسف، انت عايش في بيت عيله؟ اه عايش في بيت عيله. طب ايه الحاجات اللي مثلا بتحبها، او ايه الحاجات اللي انت ما بتبقاش عاوزها موجوده في بيت العيله؟ بصي، هو بيت العيله اللي انا عايش فيه اكتر حاجه وحشه فيه هي عدم احترام الاراء اللي اتكلمنا فيها. تمام يا يوسف، انا مضطره اقول لك ان خلاص حلقتنا النهارده خلصت، بس عايزه اوجه رساله لكل الناس اللي بتسمعنا النهارده، ارجوكوا حافظوا على امان بيت العيله، وخلينا دايما بنحب بعض وقلبنا على قلب بعض. استناكم في حلقه جديده من برنامج موضوع مهم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، استنونا.